سبحان الله العظيم من الكلمات التي لا انساها ابدا والذي علمها لي واحد مش داعيه ولا واحد من اساتذتنا في كليه الطب علمني كلمه خطيره والله يا اخواني خطيره رغم انه رجل شكله بسيط قال يا ابني اذا كان المنع من عند الله فهو قمه العطاء لو اللي منعها عنك ربنا اعرف انه منعها عنك لانه عين لك اللي اعظم منها الف مره اعرف دي وايقن بدي اعرف دي كويس منع عن موسى المرابع حرمنا عليه المرابع عشان يوديه قصر الفرعون ويرجعه لامه وادى الفرعون الجيش عشان يهلكه وسطه في البحر الاحمر ما اذا كان المنع من عند الله فهو قمة العطاء اوعى تزعل لما ربنا منع عنك حاجة هتعرف بعد شوية انها كانت قمة الخير ليك وانها كانت قمة العطاء ليك وانها كانت قمة لطف الله سبحانه وتعالى بيك الله لطيف فلما افاق قال سبحانك فلما افاق عايزين نفوق عايزين نروح احنا في بوق مشغولين طب هناكل ايه طب فطرنا ايه طب هنتغدى ايه طب هنتعشى ايه طب وبعدين طب في الاجازه هعمل ايه مع عيالي لما يقولوا لي فسحنا طب انا طب المشكله الصحيه اللي عندي دي اعمل فيها ايه طب ايه طب انا بقى لما اكبر بقى في المستقبل بقى لو شاب صغير بقى هتجوز مين واشتغل ايه واخلف مين واسكن فين واعمل مشروع ازاي طب انا اعرف للنار 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 يا عم فوق فكر في دنيتك اللي امرك انك تسعى على رزقك ربنا واعتبره جهاد في سبيل الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم اللي بيسعى على رزقه ده مجاهد في سبيل الله ولكن قد جعل الله لكل شيء قدرا فوق اعرف مين هو ربنا اعرف من هو الله واحد قاعد في الغرفه بتاعته واحد يحسبها كده طب ياما هندفع ايجار الشقه ايه طب وايه لو دفعنا ايجار الشقه هنعمل ايه فاتوره الكهرباء غلا قوي طب وبعدين طب والغاز طب والميه طب هناكل منين طب لو حد عيح وبدلكم كل منين فجاه ابوه خرج من الاوضه ايه عيب تقول الكلمه دي وانا حي عيب طول ما انا عايش انك تشيل هم الدنيا بالمنظر ده طول ما انا حي حي يا الله والاله هو الحي الحي انت شايل هم كل حاجه وربنا بيقول لك انا ممكن اشيل عنك كل حاجه بس اجعل همك هو الله يكفيك الله وهمك كل شيء مش عارفين نكسب في معامله ربنا سبحانه وتعالى مش عارفين نعمل ربنا صح مش عارفين نعمل ربنا المعامله اللي ربنا يدينا بها كل شيء سبحان الله العظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك انت يا رب ممكن تاخدني كده او كده خدني الصح يا رب خدني في طريقي كله خير وبركه يا رب ماضي فيا حبك عدل فيا قضاءك اطمئنان بقى اسالك بكل اسم هو لك اسالك بكل اسم هو لك الاسماء الحسنى مش بتاعت حد غيرك ذلك بان الله هو الحق هو الحق حقيقي يقدر فربنا بيقول لك الوحيد الفعال في الكون هو الله امال الباقي خيالات مياده سراب هل يتعلق الغريق بالغريق زي واحد غلبان ومسكين وبيشحن راح لواحد غني مديله 1000 جنيه فاللي تاني وصل متاخر فلقى التاني اللي هو بيشحن فيه 1000 جنيه فقال له ابوس ايدك تديني ابوس ايدك يا ابني ده هو زيك رايح يشحن روح للي اداله مش تقف على باب المخلوق زيك اقف على باب اللي اداه وهو ربنا وربكم يعني ايه؟ يا عم اللي اداكوا يدينا النبي ربنا علم النبي يقولها لليهود وهو ربنا وربكم ربنا ربي زي ما هو رب الملياردير فلان ربنا ربي زي ما هو رب الملك فلان وابن الملك فلان ربنا ربي زي ما هو رب كل اللي خده زي بالظبط كده ده ابويا زي ما هو ابو اخويا لما ادى لاخويا شركه واداله عربيه ما يدينيش ليه؟ طب ما تروح تقف على بابه ما تروح تقرب منه بقى تعرف مصلحتك مع مين اي انسان هيجي يساعدك في مشكله هيجي في لحظه ومش هيقدر هيقع الوحيد اللي يقدر معاك النهايه هو ربنا سبحانه وتعالى